أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. سوم حديث посланный صلى الله عليه وسلم каждый нам верующим. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكره يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تعالى أكبر لو كنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.